نكمل اليوم إن شاء الله لموضوع الـ variables اللي بدأنا فيه المحاضرة الماضية. في المحاضرة الماضية يا جماعة بدأنا في موضوع الـ variables، تعريف المتغيرات، وقلنا بشكل عام فائدة الـ variables إنها تخزين البيانات. تمام، أنا أي برنامج بتعامل معاه بدأ أخزن بيانات، بدأ أتعامل مع بيانات، فالمكان اللي بحط فيه البيانات هي الـ variables. طيب شفنا المحاضرة الماضية لطريقة تعريف الـ variable، إنه أنت بتحط الـ data type وبعدين اسم الـ variable. يعني مثلا integer هذا data type نوعه، وبعدين اسم الـ variable x، تمام، وفاصلة منقوطة. هذا الشكل الأساسي للتعريف. ممكن تعرف أكثر المتغير في نفس السطر، فاصلة y فاصلة z. ممكن تعمل تحط قيم للمتغيرات في التعريف، x يساوي 5 z يساوي 7. ماشي يا جماعة؟ هذا الكلام تكلمنا المحاضرة الماضية. وممكن تعملهم على أكثر من سطر التعريف، يعني مثلا انت x y z، وبعدين ممكن تجي للx وتحط فيها 3 وهكذا. تمام، ممكن تعملها أكثر من سطر، ممكن تعملها في سطر واحد. وحكينا إنه الـ variable بياخد قيمة واحدة، لو حطيت فيه أكثر من قيمة هياخد القيمة الأخير. يعني x يساوي 4، هي قيمة الـ x هتكون 4. تمام، وفصلنا شوية في تسمية الـ variables. يعني قلنا إنه الـ variable مينفعش اسمه يتكرر، صح ولا لا؟ لما تعرف هاي integer y مثلا هيك هيطلع لك ايرور، لانه بقول لك انت الواي معرف مرتين. تمام، لازم الاسم الفاريبل يكون هو، عشان هيك سموه ايدنتيفاير مش نيم، صح؟ طيب ما بينفعش اسم الفاريبل يتكرر، يعني الواي موجوده مرتين، فعشان هيك احنا سميناه ايدنتيفاير يعني معرف. تمام، ايضا كابيتال وسمول، الكابيتال مختلف عن السمول، بيعتبروا متغير تاني، هاي واي كابيتال هذا متغير غير الواي السمول. لكن احنا قلنا يفضل اسماء الفاريبلز تكون دائما سمول لتر، يفضل مش اجباري. وقلنا دائما سمي الفاريبلز باسماء تدل على استخدامها. يعني مثلا انت مستخدم فاريبل لاعمار او عدد الطلبه، اكتب نمبر اوف ستودنتس. تمام، نمبر اوف ستودنتس، وعشان يكون مقروء اكثر حط الحرف الاول من كل كلمه كابيتال ما عدا الحرف ما عدا البدايه تكون سمول لتر. هذا ملخص الكلام اللي حكيناه المحاضره الماضيه. نجي الان نكمل عليه ونفصل شويه في الداتا تايبس. الان احنا لحتى الان يا جماعه الداتا تايب الوحيد اللي تطرقنا اليه او جربنا عليه هو الانتجر. تمام، لكن في انواع مختلفه للداتا تايبس عشان اتعامل مع بيانات مختلفه. هذا باختصار الداتا تايبس الموجوده في الجافا ومعظم لغات البرمجه. تمام، عنوان السلايد ايش؟ بريميتيف تايبس. ايش يعني كلمه بريميتيف بالانجليزي؟ بريميتيف يعني اساسي، تمام، او بدائي. هذا فعليا التايبس او الانواع الاساسيه الموجوده في الجافا. هل في انواع غير هذه؟ في انواع، حاجات بنسميها كلاس تايب. باختصار شديد الانواع هذيك مكونه من الانواع هذه. تمام، يعني هذه هي حجر الاساس، زي العماره الان مش مكونه من بلوكات. تمام، هذه اساس كل التايبس الموجوده في الجافا. في تايبس انواع ثانيه مش موجوده هنا، زي مثلا حاجه اسمها سترينج. سترينج بنستخدمها للنصوص. تمام، فعليا لما عملوا امبلمنتيشن للسترينج، هي السترينج مستخدمه من حروف، صح ولا لا؟ حروف مربوطه مع بعض. ففعليا لما عملوا السترينج استخدموا الداتا تايب الكار. تمام، القصد انه هذه الاساسيه، في حاجات انبنت او استخدمت الانواع هذه. خلينا الان نتعرف على الانواع الاساسيه، بعدين هنتطرق للانواع المركبه او بنسميها احنا الكلاس تايبس، هذه بنسميها البريميتيف تايبس، الانواع الاساسيه. اشهر نوع احنا جربنا عليه حتى اللي هو مين؟ اللي هو انت. بديش ابدا باللي فوق، بدي ابدا من هنا من الانتجر. تمام، الانتجر باختصار هو للارقام الصحيحه. تمام، عدد صحيح. طيب الان مشكله ليش الانتجر مش كافي؟ ليش عملوا انواع ثانيه؟ بقول الانتجر للارقام الصحيحه فقط، وهو الرينج تبعه بيتعامل ما بين الرقم هذا والرقم هذا. يعني ايش هذول الارقام؟ هذا اصغر قيمه للانت، وهذا ايش؟ اكبر قيمه للانت.
واضح؟ هذا أصغر قيمة وهذا أكبر قيمة. طب لو احتاج قيمة أكبر من هيك تمام بزبطش معايا الانتجر. يعني مثلا هاي انتجر X يساوي حط طبعا أي رقم موجود ما فيش مشكلة، بالسالب طبعا بيمشي الحال، كسر بنفعش هاي طلع خطأ تمام، الانتجر بياخدش إلا صحيح. تعال زيد الرقم شوية لحتى الآن فيش عندي مشكلة تمام، زيد الخانات أكثر هيك صار إيش الانتجر بطل قادر ياخد الرقم هذا تمام، لأنه الرقم هذا أكبر من الماكسيمم فاليو الموجودة هنا. ماشي يا جماعة؟ طيب إيش المتغيرات الثانية؟ طبعا احنا ما بنحفظش هذا يا جماعة، ماشي؟ مش واحد يروح يحفظ قديش الانت من كذا لكذا. طبعا هو بيقول لي الانتجر بياخد مساحة في الذاكرة قديش؟ 4 بايت. يعني بمجرد ما انشئ انتجر حجز في الذاكرة 4 بايت، برضو مش حفظ هذا تمام. الان افرض انا بتعامل مع رقم اكبر من الرينج هذا، عمليات حسابية بتكون نتائجها كبيرة جدا والانتجر بكفيش معايا، بروح في الحالة هذه بلجأ لواحد ايش اكبر منه اسمه اللونج تمام. اللونج بيستوعب ارقام اكبر، يعني مثلا في مثالنا هذا لو انا غيرت هذه وعملتها لونج، لا انتجر نمبر مست بي، طيب اعتقد لازم هنا نكتب ال مش الحال، يعني بس بضل انه انت تكتب ال هنا عشان تقول له انه هذا عباره عن ايش رقم لونج تمام. يعني هو لما تكتبه زي هيك بفهم انه هذا لسه انتجر تمام، عشان يميز بتحط هنا حرف ال تمام، كانك بتقول له اعتبر انه الرقم هذا كله ايش اعتبره لونج تمام. فلما كتبت ال سكت تمام. ماشي يا جماعه؟ لما تتعامل مع رقم كبير جدا اكثر من نطاق الانتجر حط ال في الاخر عشان تقول انه هذا عباره عن لونج تمام. طيب الداتا تايب الثاني بدناش نكبرها عشان تاخذ وقت في التكبير والتصغير، الانت واللونج للارقام الصحيحه تمام. في كمان انواع ثانيه مش مستخدمه كثير يعني للعلم، حاجه اسمها بايت وشورت، هذول برضو ارقام صحيحه تمام. بايت شورت انتجر لونج كلهم للارقام الصحيحه، هذا اصغر واحد وهذا ايش اكبر واحد. البايت باختصار بقول لي فعليا في الذاكره بتخزن كايش كواحد بايت، وبكون ما بين 128 بالسالب الى 127 بالموجب، يعني اكثر من هيك ما بياخدش. مثلا لو انا قلت هنا بايت واي يساوي 40 تمام، فيش مشكله هيك 128 هيك طلع لي ايرور تمام، 127 بيمشي الحال. فعليا هو بتخزن في الذاكره كايش كوان بايت، اللي اكثر منه شويه شورت بتخزن كايش كتو بايت، بتروح ما بين ناقص 32000 وشويه الى 32000 وشويه، نفس الحاجه نفس الفكره. هاي انا قلت له شورت زد، هاي مثلا 32000 تمام قبله ما فيش اي مشكله، لكن تعال حط كمان صفر، هاي بيقول لي بيقبلوش. الان احنا غالبا في البرامج بنستخدم للارقام العاديه انتجر تمام، هل بيلزمك تستخدم شورت وبايت؟ ممكن تستخدمهم بس بتكون مقيد برقم صغير تمام. امتى تستخدم الشورت والبايت؟ يعني انت طبعا ايش الميزه لاستخدام الشورت والبايت؟ صح هو عدد صغير ما بياخذوش مساحه في الذاكره، فلو انت عارف انه البرنامج تبعك بيتعاملش مع ارقام كبيره تمام، ممكن تستخدم الشورت تمام، على اساس ايش تقلل استخدام الذاكره. الانتجر انت سواء حطيت فيه صفر او حطيت فيه رقم كبير، بمجرد ما تنشئ انتجر هيحجز في الذاكره قديش؟ 4 بايت. هي الفكره في الانتجر انه بيحجز 4 بايت. اللونج برضه انا مش محتاج لونج، ما احجزش لونج، ليش انا احجز لونج واحط فيه مثلا 5 و6 وهو بياخذ 8 بايت؟ واضح يا جماعه الفكره هذه؟ طيب هذول
الأربعة الداتا تايبس اللي بنستخدمهم للأرقام الصحيحة سواء سالبة أو موجبة. نجي الآن لنوعين جداد من الداتا تايبس هم الفلوت والدبل. الفلوت هي مكتوب هنا لإيش؟ لفلوتينج بوينت. فلوتينج بوينت نمبرز هي الأرقام اللي فيها كسور، تمام؟ هذا عرفها الفلو لما أقول لك أنا فلوتينج بوينت نمبرز هي الأرقام الكسرية أو العشرية، تمام؟ لما أقول لك فلوتينج بوينت نمبرز هي الأرقام الكسرية أو العشرية. الفلوتينج بوينت نمبرز بستخدم لهم تو داتا تايبس، في واحد اسمه فلوت واحد اسمه دبل. ايش بيفرقوا عن بعض؟ زي فكره الانتجر واللونج، تمام. الدبل اكثر من الفلوت. ايش يعني اكثر؟ يعني بياخذ ارقام صحيحه اكبر وبياخذ ارقام كسريه كمان ايش اكبر. يعني لو بدك انت كسر جزء من تريليونات مثلا، كسور صغيره جدا، ممكن الناس اللي بيتعاملوا بال مثلا النانو تكنولوجيا والحاجات هذه بيلزمهم يعني ارقام دقيقه جدا، فممكن تستخدم لو انت محتاج ارقام دقيقه جدا تستخدم الدبل. لو كسور اعتياديه مثلا لحد منزله رقم 6 او 7 الفلوت ماله بكفي في الحاله هذه. تعال نجربهم الفلوت والدبل. الان هبدا انا بالدبل لسبب لقيتها تعرفوه. لو انا قلت مثلا دبل مثلا برايس، ايش يعني برايس؟ سعر، تمام. وبضحط فيه قيمه مثلا هي 3.5، تمام. طبعا هيك قبل عادي يعني. طب ممكن تحط 3 فيه، فيش مشكله، بس هتكون قيمته 3.0. يعني هو لحاله لو حطيت صحيح ايش الكسر بحطه صفر. ماشي يا جماعه؟ هي حتى عشان نتاكد سيستم دوت اوت دوت برينتلين، هذا امر الطباعه اللي هناخده قدام شويه. لو قلت له اطبع البرايس تمام، هي طبعا البرايس قديش؟ 3.0، تمام. وطبعا بياخذ ارقام كبيره جدا الدبل، يعني انت لو حطيت كسور تمام هذا كله ايش؟ كله بيقبله. طب النوع الثاني اللي هو الفلوت، تمام. float distance، ايش يعني distance؟ المساحة. بدي اقول المساحة مثلا اربعة، مساحة الدائرة هذه 4.5. الان ايش شايفين؟ ايش صار عندي؟ صار عندي خطأ هنا بالاحمر. طبعا ليش طلع خطأ هو؟ بقول لي او هذا هنفصل فيها قدام شوية. اذا انا كتبت يا جماعة رقم كسري وما حطيت جنبه حاجة زي هيك بعتبر باي ديفولت انه ايش؟ انه دبل، تمام. يعني انا الاربعة ونص هذه لما كتبتها اعتبر انه هي نوعها ايش؟ دبل. بقول لي تعال انت قاعد بتحاول تحط دبل وين؟ في فلوت. هذا يا جماعة فلوت صح؟ هذا الرقم بما انه انا ما كتبت جنبه حاجة اعتبره دبل، فاجا بده يحط دبل في فلوت، بقول له بزبطش، لازم يكونوا من نفس النوع، تمام. فكيف بدي اخليه يميز انه هذا عبارة عن فلوت؟ بتحط اف، تمام. بمعنى باختصار يا جماعة، إذا الكسر ما كتبت جنبه أي حرف بعتبر إنه إيش؟ إنه دبل. زي بالضبط الرقم الكبير اللي شفناه قبل شوية، لما ما كتبت جنبه أي حرف بعتبره انتجر، لكن عشان أقول له إنه هذا دبل إيش حطيت جنبه؟ ال. هذا نفس الحاجة، أنا ما كتبت جنب الرقم أي حاجة فاعتبر إنه دبل. كومبايلر بفهم هاي، شوف حط على الخطأ إيش بقول لي؟ incompatible types. مهم يا جماعة نفهم الأخطاء، تمام؟ عشان ما مش تشوف احمر خلص يعني في عندي خطا لا، حط المؤشر على الخطا وحاول تقرا وتشوف ايش هو، ايش تفصيله. هو بحكي لي هنا لما حطيت الماوس عليه بقول لي incompatible types، incompatible types. ايش يعني كلمه incompatible؟ compatible معناها متوافق، incompatible معناها غير متوافق. فهذا ايش بتصير معنى العباره هذه؟ انواع غير متوافقه. هاي واضح انه عندك انت الاربعة ونص اعتبرها دبل، فاجا بده يحطها في فلوت قال لك لا استنى انا هيك لخبطني انت، تمام. وعشان ما لخبطش حطيت بس هنا جنبها اف.
طبعا في الدبل بكتبش حاجه لانه باي ديفولت هو بيعتبرها دبل. ايش يعني باي ديفولت؟ يعني لو ما كتبتش حاجه بيعتبرها دبل، ولو كتبت دي برضه معلوه مش غلط. دي معناها كانك بتقول له انه هذا ايش دبل، بس هذا مش لازمه لانه هو قلنا لو ما كتبتش حاجه بعتبرها دبل. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى احنا الكسور ايش ممكن نستخدم، دبل او فلوت؟ الكسر لو حطيت فيه رقم صحيح ما فيش مشكله بيقبله عادي، تمام. لو حطيت كسور هو اصلا معمول للكسور، لو حطيت رقم صحيح الكسر بحطه صفر. الدبل دقته اكثر من الفلوت، يعني انت لو بدك تستخدم كسور كبيره جدا روح استخدم دبل، لو مش محتاج كسور كبيره استخدم الفلوت، تمام. يعني مثلا انت كل حساباتك على منزلتين عشريتين او ثلاثه، ليش اروح استخدم دبل واحجز مساحه كبيره في الذاكره؟ بروح بستخدم فلوت. خلي هذول عندي هنا الان. هاي كار عرفت، انا بدي اعرف الان متغير جديد، تمام. بدي احط الداتا تايب، الداتا تايب كار، تمام. بدي اسميه سي واحد. الان بدي احط فيه قيمه وليكن مثلا ايش، اي كابيتال. طبعا بدك تحطها بين سنجل كوتيشن، سنجل كوتيشن زي هيك. هيك انا عرفت متغير اسمه سي واحد من نوع كار، حطيت فيه قيمه اي واحد. طبعا بنفعش تحط اكثر من حرف لانه هو بيقبل ايش، حرف واحد. الكار بس بيقبل حرف واحد، لازم تحطه بين سنجل كوتيشن. لاحظ انه ما في عندي اي داتا تايب هنا في الشاشه هذه للنصوص. يعني هل انا بدي اكتب كلمه هلو، يعني هل انا منطقي لاستخدم كار للهلو؟ معناها كم كار بدي الهلو؟ ست حروف، خمسه، تمام. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام. بدك خمسة كار، مش منطق. افرض أنا بتعامل مع نص في 1000 كاركتر ولا 5000 كاركتر، بدي 5000 متغير؟ لا. عشان هيك عملوا متغير ثاني هنتكلم عليه اسمه السترينج. ليش مش موجود هنا؟ لأن السترينج مش بريميتيف تايب، مش أساسي، تمام. هو انبنى باستخدام الكار. هنا هو بغطي لك الحاجات الأساسية يا جماعة. آخر نوع من الأنواع اللي هنتكلم عليه اليوم، طبعا احنا بنلخص الانواع بس هيكون عليها تطبيقات قدام، اللي هو البوليان. البوليان يا جماعه داتا تايب مهم جدا، اسمه بوليان. الان احنا في الحياه الواقعيه او في البرامج كثير بنحتاج لقيمه تكون او لا، ترو او فولس. الشخص هذا متزوج ولا لا، موظف متزوج ولا لا، هذه بيانات بدنا نحفظها احنا في البرامج تاعتنا. كيف بدنا نحفظ الموظف متزوج او لا؟ تمام، في اكثر من خيار. الخيار الاول ممكن احط رقم، اذا كان متزوج واحد مش متزوج صفر، تمام. ممكن صح ولا لا يا جماعه؟ او واحد اثنين مثلا. برضو وين بتلزم؟ طالب خريج او مش خريج. اي حاله، اي حاله في الحياه الواقعيه فيها احتمالين او لا، تمام، ممكن نمثلها باستخدام ترو او فولس. صح قلنا ممكن تستخدم انت انتجر واحد او صفر، بس هذا مش حل منطقي. ليش؟ لانه انا كمبرمج اتفقت انه واحد خريج وصفر مش خريج مثلا. طب ما هو ممكن يجي واحد ثاني بعدي يشوف البرنامج ما يفهمش ايش يعني واحد وايش يعني صفر، ممكن تكون العكس، صح ولا لا؟ يعني انت لو انت اتفقت انه تستخدم واحد متزوج وصفر مش متزوج، واحد خريج وصفر مش خريج، انت هيك فهمهم. لكن يجي واحد تاني شاف واحد، طب ايش الواحد هنا معناها، خريج ولا مش خريج؟ انت فهمها هيك بس غيرك لا، تمام. الا طبعا لو حطيت كومنتس تشرح الموضوع هذا. فالافضل من انك تستخدم ارقام، تمام، انك تستخدم ترو او فولس. بنيجي مثلا، طلع معي هنا عندي برنامج بدي اخزن فيه بيانات موظفين، من ضمن بيانات الموظف انه هو هل متزوج او لا، تمام. انت دائما يا جماعه مره ثانيه بقول عشان تعرف ايش البرنامج محتاج متغيرات، فكر ايش الحاله اللي بتتعامل معها، شوف ايش البيانات اللي محتاجها وبناء عليها فكر في المتغيرات اللازمه. مثلا موظف له اسم ورقم وظيفي وعمر وعدد ابناء
ومتزوج او لا. تمام، امسك كل واحده من هذول وشوف ايش الداتا تايب المناسب له. اسم بده سترينج، لسه ما تكلمناش عليه. الرقم تبعه بده مثلا انتجر. هل لازمك فلوت؟ فيش رقم موظف، فيش فيه كسور مثلا، صح ولا لا يا جماعه؟ فبلزمك انتجر. عدد الابناء انتجر. تمام، او ممكن تستخدم شورت، لانه ايش اكثر قيمه؟ فيش حدا بخلف اكثر من 32000 وحاجه، صح؟ فممكن تستخدم شورت مثلا او بايت او انتجر للعدد الصحيح. متزوج او لا، هذه حاجه بتتحتمل يعني حاله من حالتين بس. ففي الحالات هذه لما يكون بس عندك خيار من خيارين ممكن تستخدم البوليان. بتقول بتعرف متغير من نوع بوليان، ايش نسميه؟ شوف لاحظ دائما سمي باسماء تدل على معناها. بدي اسمي المتغير از مرد، هذا اسم المتغير انا سميته از مرد. تمام، هيك انا عرفت متغير اسمه از مرد. ايش قيمته لحتى الان؟ مش محدده. تمام، بدي اعطي له قيمه، بنقول ايش مثلا؟ فولس. لما يصير متزوج بروح بغيرها وبحطها ترو. بوليان graduated، ايش يعني graduated؟ تخرج او لا. الان فولس معناها ما تخرجش. لاحظ انه كمان الفولس والترو تكتب سمول لتر، ماشي يا جماعه؟ لما يتخرج بحط القيمه هذه ترو. وضح البوليان يا جماعة؟ طبعا هاي بحكي لي هنا انه البوليان في الذاكرة بتخزن كواحد بت. هل بلزمني اكتر من واحد بت؟ انتو اخدتوا في المقدمة البت عبارة عن صفر او واحد. طيب نكمل على اللي بعده. الان اللي بعده معظمها معلومات انا حكيتها، تمام، فبدي امر عليها سريعا. هنا بحكي لي الجافا ايدنتيفايرز، ايش الجافا ايدنتيفايرز؟ الاسماء اللي بستخدمها للمتغيرات. تمام، حكينا يا جماعه انه الايدنتيفاير يحتوي على حروف، ممكن يحتوي على ارقام بس ما يبداش برقم، صح ولا لا؟ انت ممكن يكون عندك متغير اسمه اكس واحد بس مش واحد اكس. تمام، ممكن يكون فيه اندرسكور، ممكن يكون فيه دولار ساين. تمام، وهنا بقول لي the first character cannot be a digit، اول كاركتر بينفعش يكون ديجيت، بينفعش يكون رقم، هذا كلام حكيناه. identifiers may not contain any spaces، حكينا بينفعش يكون في الاسم فراغ مسافات، بينفعش يكون في دوتس، بينفعش يكون في نجمه. تمام، ليش ما ينفعش الحاجات هذه؟ لانه هذه كل الحروف الكاركترز هذه مستخدمه استخدامات اخرى. يعني مثلا هذا غلط اسم متغير، لانه بيبدا برقم وفي ايش؟ في السلاش هذا سبيس السكور. هذا ما ينفعش اسم متغير عشان في ايش؟ دوت. لو شلت الدوت وربطها بيمشي الحال. هذا برضه ما ينفعش عشان في دوت وفي نجمة. Identifiers can be arbitrarily long، ممكن يكون طويل اسم المتغير عادي جدا. Number of children، تمام، حط الاسم اللي بدك اياه. المهم انا بعنيني ان الاسم يكون معبر، مش مشكلة لو كان طويل شوية بس يكون يدل على معنى المتغير. Since Java is case sensitive، اخذناها المحاضرة الماضية case sensitive، ان الجافا بتميز حالة الاحرف، كابيتال بيختلف عن سمول. ستاف ستاف وستاف هذه مكتوبة بطرق مختلفة، كلها بعتبرها مختلفة. تمام، يعني لو عرفت متغيرات بالاسماء الثلاثة هذه بيمشي الحال، بس احنا قلنا بنفضل دائما انه اسماء المتغيرات تكون سمول لتر. الان كي ووردز اور ريزيرفد ووردز. كي ووردز ايش يعني كي ووردز؟ الكلمات الأساسية المفتاحية. أو ريزيرفد ووردز، ايش يعني ريزيرفد؟ كلمة reserved، this seat is reserved، محجوز. reserved words كلمات محجوزة. الكلمات المحجوزة هي كلمات مستخدمة في لغة البرمجة، لها دلالات. يعني مثلا true
هذه كلمة محجوزة ولا لا؟ كلمة محجوزة. الكمبيوتر بفهمها إنها ترو. بنفع تعمل متغير اسمه ترو؟ لا. ابعد عن الكلمات المحجوزة في التسمية. تمام؟ بنفعش تعمل متغير اسمه إف مثلا لأنه هذه إلها معنى. بنفعش تعمل متغير اسمه انتجر. يعني بنفعش تقول لي والله أنت أنت ولا أنا هذا اسمه وهذا نوعه. بنفعش. أنت يعني ما ضلش أسماء في الدنيا إلا الأنت. إذا حاب يكون فيها أنت ضيف حرف تاني أي حاجة. تمام؟ يعني هيك صار إيش؟ أنت لما تضيف أي حرف صار كلمة كلمة تانية. تمام؟ كلمات زي public مثلا برضو هذه كلمة محجوزة. طبعا احنا ما نحفظش الكلمات المحجوزة، تتعرف عليها لحالك مع المحاضرة. naming conventions. ايش يعني كلمة naming conventions؟ naming يعني تسمية. تمام؟ conventions اللي هي زي ما بقول الحاجات المتعارف عليها بالتسمية. تمام؟ باختصار شديد naming conventions او الحاجات المتعارف عليها بالتسمية انا حكيت بعضها وانا بشرح. زي مثلا احنا قلنا المتغير لازم يبدأ بايش؟ بسمول لتر. لو عندك المتغير نفسه مكون من اكثر من كلمة خلي اول حرف سمول واول حرف اول حرف في المتغير كله سمول وبعدين اول حرف في كل كلمة كابيتال. تمام؟ طيب هنا بتطرق لحاجة اسمها كلاس تايب. احنا قلنا انواع المتغيرات يا جماعة في نوعين، في بريميتيف. ايش يعني بريميتيف؟ الاساسي اللي هي الانواع اللي تكلمنا عليها، البايت والشورت والانتجر واللونج والفلوت والدبل والكار والبوليان، هذول الاساسيه. في انواع متقدمه اللي هي بنسميها احنا الكلاس تايب. تمام؟ لسه ما تطرقناش الها. زي مثلا في نوع اسمه سترينج. الكلاس تايب دائما لما الداتا تايب نفسه بيبدا بكابيتال. تمام؟ لسه ما جربناش احنا اي كلاس تايب، بس بتكون عارف انه الكلاس تايب دائما بيبدا بكابيتال. وقلنا انه الكلاس تايب باختصار هو مكون من بريميتيف تايبس. تمام؟ يعني هما زي البيت اللي انبنى من ايش؟ من الطوب الصغير. الطوب هذا ايش؟ بريميتيف، صح؟ البيت كله كلاس تايب. طيب الان هنا بعطي الملاحظه، بقول مالتي وورد نيمز ار بانكتويتد يوزنج ابر كيس لترز. مالتي وورد نيمز، ايش يعني مالتي وورد؟ مالتي ايش يعني متعدد. مالتي وورد نيمز الاسماء اللي من كلمات متعدده، زي مثلا نمبر اوف تشيلدرن. مش هذه يعني متغير اسم من كلمات متعدده؟ تمام. بقول لي في الحاله هذه ار بانكتويتد، ايش يعني بانكتويتد؟ تفصل باستخدام ايش؟ ابر كيس لتر. ايش يعني ابر كيس؟ حروف كبيره. هذا نفس هذا الجمله هذه اختصار اللي حكيته، انه لما يكون عندك اسم متغير اكثر من كلمه خلي كل حرف كابيتال من او من كل كلمه. هاي معنى الجمله الاخيره هذه. طيب وير تو ديكلير فاريبلز، وين تعرف المتغيرات؟ قلنا ديكلير ايش يعني هنا؟ عرف المتغيرات. بكره لما تيجي كلمه ديكلير في الامتحان ما تقوليش ايش معناها. تمام؟ ديكلير يعني وين تعرف المتغيرات. حكينا دائما القاعده يا جماعه العامه بتعرف المتغير قبل ما تستخدمه. تمام؟ وهنا بحكي لك استخدمه او عرفه دائما ما بين القوسين. هي مثلا هي المين، مش احنا كل الكود تبعنا بنكتبه ما بين القوس اللي بيفتح واللي بيسكر هذا. تمام؟ عرفه في اي مكان داخل القوسين هذول. لكن المهم انه التعريف يجي قبل الاستخدام. ماشي يا جماعه؟ طيب هذا البريميتيف تايبس حكينا عنها بالتفصيل. تمام؟ هاي الانتجرز، هاي الفلوت، أمثل عليها. تمام؟ شوف مثلا الكار تايب. الآن هاي الانتجر تايبس هذه كله أرقام صحيحة زي ما احنا شايفين. الفلوتنج بوينت تايبس الأنواع الكسرية زي الفلوت والدبل بكون فيها كسور. تمام؟ فاصلة 99 5.0. كاركتر تايب اللي هو للحروف، ودائما الكاركتر تايب تكتبه بين single quotations. هذه ايه سمول، هذه ايه كابيتال. تمام؟ السلام. هذه مثلا اشاره السلم، هذا كاركتر برضه. ليش هذا كاركتر؟ ليش هذا كاركتر؟ مسافه.
المسافة كاركتر زيها زي أي حرف تاني. ماشي يا جماعة. البوليان تكلمنا عليه قلنا أنه يحتمل قيمتين بس اللي هما ترو وفولس. طيب نيجي الآن لحاجة اسمها الأسايمنت ستيتمنتس. اتطرقنا احنا إنها في الأمثلة بس الآن خلينا نشوفها بشكل عملي. الآن انتجر إكس وبعدين حكيت له إكس يساوي 20. الآن هذه يا جماعة اليساوي اللي انتم شايفينها هنا هذه في لغة البرمجة مش يساوي، تمام؟ في لغة البرمجة مش يساوي، ماشي؟ اللي انت تعلمته وانت صغير انه هذه يساوي هرقت في البرمجة ايش نغيرها. هذه في لغة البرمجة معناها بنسميها assignment. ايش يعني كلمة assignment بالعربي؟ تكليف. انا لما اكلف I assigned you to do something، انا كلفتك بكذا، تمام؟ assignment معناها تكليف، يعني انا اعطيتك حاجة. في البرمجة اليساوي على فكرة هي بتكون ايش؟ هذه يساوي في البرمجة اللي هو في اثنين يساوي زي بعض، هذه بفهمها الكومبايلر ايش؟ يساوي. لكن هذه اليساوي وحدة هتستغرب انها مش يساوي. طب ايش معناها اذا هي مش يساوي؟ هذه بنسميها assignment statement، تمام؟ يعني عبارة التكليف. عبارة التكليف هذه باختصار بقول لي لما يكون عندك اكس يساوي 20 فعليا بشوف اللي على يمين اللي يساوي هذا، مش هذا اللي على يمين اللي يساوي، تمام؟ وبياخده بحطه وين؟ في الشمال. يعني انا لما اقول له اكس يساوي 20 بجيب القيمه اللي على اليمين وبحطها وين؟ على الشمال، تمام؟ هي معنى اللي يساوي هذا. الان اكس حطيت فيها 20، ممكن تقول اكس يساوي 4 زائد 5. بينفع ولا بينفعش؟ بينفع. خلينا ايش كمان عشان التجربه نقول له دائما اعمل سيستم دوت اوت دوت برنتلين اكس. ايش بدي اعمل انا؟ بدي اطبع قيمه الاكس. ايش العباره هذه هتعمل؟ هتجمع 4 زائد 5 وتحط الناتج في الاكس. صارت قيمه الاكس ايش؟ 9. هاي رن وهي كتب لي 9، تمام؟ طيب تعال نشوف مثال ثاني. اكس يساوي 4 انتجر واي يساوي 7 وبعدين قلت له اكس يساوي واي واطبع لي الاكس وبعدين قلت له اطبع لي الاكس واطبع لي الواي. مين يقول لي قديش قيمة الاكس وقديش قيمة الواي؟ اكس قديش؟ والواي؟ 7. تمام، اكس 7 وواي 7. ليش؟ تعالوا نفهم العبارة هذه. الآن أنا حطيت في الاكس 4 وفي الواي 7. الآن هذه العبارة ايش معناها؟ خذ قيمة الواي وحطها في الاكس، اللي في اليمين حطه في الشمال، تمام؟ صارت الاكس قديش؟ 7 والواي؟ 7. الواي أنا ما مسكتهاش، دير بالك، التغيير صار على مين؟ اللي موجود دائما على الجهة الشمال. الجهة اليمين بتغيرش يا جماعة، ماشي؟ فصارت الاكس 7 والواي 7، والدليل انه لما تعمل رن، تمام، هي طبع لك 7. ماشي يا جماعة؟ طيب تعالوا على نفس المثال، قول له واي زائد 3. قديش قيمة الاكس والواي؟ الاكس 10. ليش؟ مرة ثانية هو احنا حكينا بياخذ اللي على اليمين وبحطه على الشمال، بس لازم في الأول يحسب اللي على اليمين بعدين بحطه في الشمال. يعني هنا هي 7 زائد 3 بجمعها بصير 10 بحطها في الإكس صارت 10، والواي ضايلة ايش؟ 7 زي ما هي. مش حيقول لي هاي أنت حطيت على الواي 3 صارت الواي 10، تمام؟ لا، أنا الواي ما غيرتش قيمتها، تمام؟ اللي بتغير قيمته هو الموجود فقط على الشمال. طالما الواي مش موجوده على الشمال، وين اخر مره الواي موجوده فيها على الشمال؟ وين اخر مره الواي موجوده فيها على الشمال؟ هي هنا، هنا نحط قيمه الواي، صح؟ الواي صارت 7. بعد هيك تغيرت قيمه الواي، اجت على الشمال في اي مكان؟ لا.
فاللي تغير قيمته هنا بس الاكس، الواي ضايله 7، الثلاثة هذه ما انضفتش على الواي، تمام، ما تغيرتش قيمة الواي الأساسية. هو هنا حسب جاب قيمة الواي 7 وضاف عليها 3، صار الناتج 10، حطه وين؟ في الإكس، تمام. الواي ظلت زي ما هي، والدليل تعال اعمل رن، هاي قيمة الإكس 10، تمام، والواي ضايلة 7 زي ما هي. واضحة يا جماعة هذه؟ كيف؟ كيف اجت العشرة؟ ايش سؤالك؟ ايش سؤالك؟ هاي السؤال كان زي هيك. الآن لما عملت رن طبع لي 10 و7، مين العشرة؟ الإكس، ومين السبعة؟ الواي. ليش صارت الاكس 10؟ لانه يا جماعه هي راح جمع قيمه الواي اللي هي 7 وضاف عليها 3، صار الناتج هنا قديش؟ 10، والناتج هذا ال 10 حطه وين يا جماعه؟ في الاكس. مش احنا قلنا بنحسب على اليمين وبنحطه في الشمال، تمام. وهي دير بالك في كل لغات البرمجه زي هيك، الاسايمنت ستيتمنت هذه موجوده في كل لغات البرمجه. واضحه كيف اجت الاكس 10؟ الواي طيب تغيرت؟ لا، اللي بتغير فقط الموجود على الجهة الشمال. ايوه، حتى لو عكسنا يعني الاكس بتساوي 7 والواي بتساوي، ما لهاش دخل بالعدد الكبير. لو حطيت الاكس هيك لو عكسنا القيم ما لهاش دخل بالعدد الكبير. هنا لو عكسنا القيم احسبها ثاني. هل لقيت انت ايش عملت هنا؟ 4 زائد 3 7، صارت الاكس قديش؟ صار الاكس 7، الواي ضايلة 4 زي ما هي. ماشي يا جماعة؟ طيب ها تعال نشوف هنا. انتجر زد يساوي اكس زائد واي زائد 3، وهنا اطبع للزد. ايش الجواب؟ قديش قيمة الإكس والواي والزد؟ الإكس والواي ما تغيروش، أو هما أخذوا قيمة في البداية اللي هي 7 و4، بعد هيك ما تغيروش. مين اللي تغير؟ زد. طبعا هنا اطلع معايا، عرفت الزد وعملت له أعطيته قيمة مباشرة، قيمته إيش هي اللي أخذها؟ قيمة الإكس زائد واي زائد 3، 7 زائد 4 11 و3 14. لو طبعت الزد هيطبع لي 14. ماشي يا جماعة؟ اللي على الطرف اليمين ممكن يكون أي عملية حسابية، ممكن يكون إكس ضرب 3، إشارة النجمة هذه مالها؟ ضرب، ممكن نكتب إكس ضرب 3 أو 3 ضرب إكس. يعني قيمة الزد الآن صارت 21، اكس ناقص 1 هذا ايش؟ ناقص واي على 2، هذه اشارة ايش؟ اشارة القسمة. الواي 4 صح ولا لا؟ على 2 2، يعني قيمة الزد بتصير 2. سؤال كويس هنبينه قدام. مين يقول لي ايش اكس على 2 هتطلع؟ تمام، انتجر 7 على 2 احنا 3 وشويه، 3.5 صح ولا لا؟ لكن بما انه انتجر، تمام، الكسر ماله هيتجاهله، بيطلع الناتج 3. هي اعمل رن، هي الناتج طلع 3. طبعا احنا هنفصل شويه في موضوع لما تصير في عمليات حسابية ايش بيصير في الكسور وكيف نحافظ عليها، تمام؟ طيب تعالوا شوف المثال هذا يا جماعة. ايوه، مين عنده سؤال؟ ايوه تفضل. ماشي، هذا هنشوفها قدام شوية، خلينا بس نخلص الأساسيات هذه. الآن إكس
يساوي اكس. ايش عملت انا هنا؟ جيب قيمه الاكس وحطها في الاكس. اختلف حاجه؟ لا، عشان هيك حتى هو علم لي اياها باللون الاصفر، تمام. بقول لي يعني انت ملخبط في حاجه، هي مش غلط تمام، بس مالها مستغرب هو منها، تمام. هي حتى كتب لي عليها assignment to itself، يعني انت لنفسها. طيب لو اجيت انا هيك يا جماعه عملت وبعدين قلت له system.out.println الاكس، طيب ايش رايكم ايش هذا بتعمل العباره؟ ايش هذا اللي انا كتبته؟ ايش اكس يساوي اكس زائد واحد؟ غريبه هذا صح؟ تمام. مين اللي قال ضيف واحد؟ ايه؟ طب ليش غلط؟ الاكس مالها؟ طيب احنا قلنا يا جماعه الاساينمنت ستيتمنت بتحل على اليمين والناتج بتحطه في الشمال، تمام. فالان امسك على اليمين حله، الاكس قيمتها قديش؟ 7، ضفت عليها 1 صارت 8، الناتج 8، اخذته حطيته ثاني في الاكس، صارت الاكس قديش؟ 8. يعني انا الان لو طبعت اكس هيطبع لي 8. طيب مين فهم الان العباره هذه ايش عملت؟ ضافت واحد على الاكس، تمام. كيف انا انا الان بدي اغير قيمه متغير، بدي اضيف عليه واحد. عشان اغير قيمه متغير لازم استخدم assignment statement، مش اتفقنا احنا زي هيك؟ ايش يعني كلمه assignment statement؟ انا بستخدمها لتغيير قيمه متغير. انا بدي اغير قيمه متغير، بدي اجيب المتغير نفسه اكس او واي او زد او اي حاجه واحط بعده يساوي، تمام. انا هدفي الان انا طلبت اني ازيد قيمه الاكس بواحد. انا مش عارف، انا لو عارف الاكس بخمسة بقول له حط فيها 6، تمام. لو عارفها بعشرة بقول له حط فيها 11، لكن انا طلبت اقول لك انا زيد لي قيمه الاكس بواحد. انا مش عارف قديش فيه في الاكس، كيف بدي اخليه يزيد قيمه الاكس بواحد؟ بتحط اكس يساوي، بعدين على الطرف هذا بقول له خذ قيمه الاكس قد ما تكون وزيد عليها ايش؟ واحد. الان ايش اللي هيصير؟ هيحسب اللي على اليمين في الاول لحاله، وبعد ما يجيب النتيجه هيروح يوديها على الشمال. يبقى هذه العباره اكس يساوي اكس زائد واحد فعليا انا بستخدمها عشان ازيد قيمه الاكس بواحد، ومعناها انه احسب له قيمه الاكس زائد واحد وبعدين روح عدل قيمه الاكس نفسها. ايوه. الان خلاص الاكس الان اخذت القيمه الجديده، ايش قيمه الاكس؟ 8. كملت بعد ضفت عليها 2 بتصير قديش؟ 10. وضحت؟ الاكس دائما يا جماعه بتاخذ قيمه واحده وبتاخذ اخر قيمه انحطت فيها باستخدام الاساينمنت ستيتمنت. وضحت هذه يا جماعه؟ مره ثانيه. الان كثير احنا في برامج بنحتاج انه نعمل عداد، حاجه تزيد معك هتلزمنا كثير ارقام موظفين، كل موظف بيجي عندك جديد بدك تشوف اخر رقم وصل وتضيف عليه واحد. زي هيك ارقام الطلبه لما يجي يسجل في الجامعه، اول طالب يسجل في الجامعه المحظوظ هذا بكون رقمه قديش؟ 1/2019، تمام. اللي بعده ايش؟ 2، وهكذا. فبتعرف انت اللي رقم واحد هذا ايش؟ مستعجل، يعني ما فلوسه جاهزه وبروح متحمس. طيب الان لو انا طلبت منك قلت لك بدي ازيد قيمه الواي بواحد، كيف بدي ازيد قيمه الواي بواحد؟ شوف، طالما انا قلت لك قيمه بدي اغيرها، بدي ازيد او بدي انقص، بدي استخدم ايش هذا سميناها؟ الاساينمنت ستيتمنت. اي تغيير على اي متغير الجا للاساينمنت ستيتمنت، فبقول له واي يساوي ايش طلبت انا؟ ازيد قيمه الواي بواحد. على اليمين بتحط واي زائد واحد،
هيك بحسب واي زائد واحد والناتج بحطه تاني وين؟ الواي. فأنا عدلت قيمة الواي صح؟ قيمة الواي الجديدة هي إيش؟ الآن صارت 5. هاي قلت له system dot out dot println هاي واي. طيب قلت لك الآن بدي أنقص قيمة الإكس باثنين، بدي أنقص قيمة الإكس باثنين تمام؟ بتحط إكس يساوي إكس ناقص اثنين system dot out dot println هاي إكس. وبعدين انتجر زد يساوي اكس ضرب واي سيستم دوت اوت دوت برينتلين الزد. ايش هيطبع لي قيمه الزد يا جماعه؟ 25. الزد قديش هيطبع لي اياها؟ ليش؟ اول حاجه الواي صارت 5 والاكس صارت قديش؟ 5. الواي 5 والاكس 5 خمس. بعدين هيضرب الاكس في الواي، اي قيمه اكس هياخذ خلص الجديده تمام. 5 في 5 بيطلع 25. نتاكد الان ايش مفروض يطبع لي؟ مفروض يطبع لي الواي 5 والاكس 5 والزد 25. نتاكد من الكلام هذا. هي رن تمام، هاي الناتج كله، هاي 5 وبعدين 5 هاي ورا بعض بعدين 25. واضح يا جماعة؟ طيب لو أنا قلت ها تمرين تاني، بدي أضاعف قيمة الإكس، بدي أضاعف إيش أنا أضاعف؟ ها بدي أضاعف قيمة الإكس، أضرب في 2 تمام. تعال للإكس وقول له إكس ضرب 2، هيحسب على اليمين اكس ضرب 2 صارت قديش؟ 14. ورجعها تاني في الاكس سيستم دوت اوت دوت برينتلين هاي الاكس تمام. هاي صارت الاكس 14. ماشي يا جماعه؟ طيب اخر تمرين، قديش قيمه الواي؟ مين يقول لي اياها؟ لا بدنا ايش؟ هاي شيل هذه هيك، اخر تمرين قديش قيمه الواي لو طبعتها؟ واي يساوي 2 ضرب اكس ناقص واي، قديش قيمة الواي؟ تعالوا نحسبها. 2 ضرب اكس، اكس قديش؟ 7. 14 ناقص 4 10. اخذت الناتج كله وحطيته في الواي، صارت الواي 10. ماشي يا جماعة؟ وضحت هذه؟ لا لسه ما عملتش، هذا النتيجة القديمة تمام؟ لقيت تعالى اعمل رن تمام، هاي طلعت 10. ماشي يا جماعة، بنكمل المرة الجاية إن شاء الله.